تظاهر المئات من أهالي ناحية الخيرات في محافظة كربلاء أمام محطة كهرباء الخيرات وسط المنطقة احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي بمناطقهم. المتظاهرون طالبوا الحكومة بتوفير الكهرباء بمنطقتهم وإعادة خط الطوارئ كون إلغائه تسبب بتردي تجهيز الطاقة، فيما اتهموا جهات سياسية متنفذة في المحافظة باستخدام هذا الملف لمكاسب انتخابية على حساب أبناء الخيرات الذين يعانون البطالة وسوء الخدمات منذ سنوات طويلة. نشكر القناة الرشيد على تواجدها في هاي المنطقة ناحية الخيرات، كافة العشائر اللي ساهمت بهذه المظاهرات. هاي العشائر ناس محترمة حافظت على هاي الطاقة، تريد تتنمى من عتها. ما يصير يعني حافظت عليها هاي سنين، لا انكتل واحد ولا انخطف واحد. يعني يصير احنا طاقة ناحية الخيرات 25 كيلو مربع، طاقة تغذي خمس محافظات، اربع محافظات، 25 كيلو مربع. ما يصير تعطيهم كهرباء. طالب اللجنة من البيئة ومن الصحة اللي تجي لهاي المكان تشوفه. بالنسبة للكهرباء خل تسمعني الحكومة، رئيس الوزراء، المسؤولين، مراجع الدين، المرجع الأعلى، من يمثله. بالنسبة لكهرباء منطقتنا عندنا كتاب من الوزارة، 5 كيلوات لأربع جهات تستمر الكهرباء. هسه تدخلت جهات لغرض قطع الكهرباء وتحويلها لاتجاه آخر لسبب الانتخابات اللي تدخلوا بها سيد محمد وسيد عباس وحج ياسر، بالإضافة المدير الطاقة. السبب هو غاية انتخابية. عم احنا قيعاننا هاي من اطيناها، اجتنا الشيوخ والمهندسين قالوا عمي 5 كيلوات ما تنقطع الكهرباء، ما اخذوا من عندنا قاع، قالوا لنا عمي بس انه خلاص ضحكوا علينا، هسه نريد نبني بيها بعد ما يخلونا نبني بيها. قالوا عمي كهرباء خوش يا بعوضونا على الكهرباء، هاي شبابنا عينوها لو كلها واسطات صارت زين، احنا اطيناها القاع، افتروا الدنيا والخلق، ما حد يطاهم الله وكيلك. اثنين، تسمعني هسه الدكاترة وتسمعني الوزراء وتسمعني البرلمان ويسمعني الكاظمي، خلي يحلل على الطاقة، شنو مرضها؟ يتمرض بالديوانية، يتمرض ببغداد، يتمرض بكربلاء، نتمرض احنا. طبعا باسم الشباب الموجودين، احنا جايين نطالب حقوقنا البسيطة هي الكهرباء، نريد إقالة مدير الطاقة اللي هو كريم المسعودي، ونقول له محافظ كربلاء مع كل الأسف عليك. يا محافظ كربلاء انت والمسؤولين البطواريش تعرفهم كل زين، رحت للوزير للوكيل قلت له اقطع الكهرباء على اهل الخيرات وامر حتى باكر عقبه نفسهم يجون للانتخابات، احنا شلنا الكهرباء وانتخبونا، شوف ما حد وياكم غير بس احنا، لا نعرفهم والمجرب لا يجرب بعد مره ثانيه، وباقين على العهد احنا باقين هنا ما نطلع الا يعطونا حقوقنا.